حاجه برضو خدت بالي منها في الحاجات اللي موجوده عندنا في فعاليات. يعني مثلا انا لما كنت بشوف حاجات، انا لسه واصل امبارح، ففعاليات نبته كانت ابتدت اليوم اللي قبله، ايوه فلما كنت بشوف عمرو مثلا كان منزل فيديوز حاجات زي كده لما بيجي يغطي المهرجان، ما كنتش متوقع ان هو كبير زي كده، هو واخد ايوه اريا ضخمه. ايوه صح لما تيجي صح تشوف المكان نفسه مختلف جدا، ومن الحاجات اللي احنا شفناها احنا الثلاثه امبارح في اليو ارينا، لا حاجه مختلفه خالص. احنا وصلنا، يعني احنا وصلنا لها من زمان، بس احنا وصلنا كفانيو اخر غير الاهرامات للحفلات العالميه بستاندردز دوليه وستاندردز عالميه، مش نش زيها غير عندنا. بقول لك عند الاهرامات ده اكبر فانيو واشهر فانيو، بانز حوالين العالم بيبقوا نفسهم يجوا عندنا. طبعا. احنا عندنا دلوقتي ستيج تاني في مكان تاني. يعني لو احنا قلنا بصينا على الاهرامات كاحترام وحب للماضي، فانا اعتبر العالمين احترام وحب للمستقبل. حاجه صحيح احنا هنشوفها صحيح مختلفه، هنطور فيها، وطبعا لسه حاجات كتير قوي هتتبني وهتبقى احسن من المدينة كده كبيرة بكتير قوي، أكبر جدا، من الواحد كان متخيله بصراحة. لسه كتير. فاحنا هنشوف حاجات ان شاء الله في المستقبل جميلة جدا جدا جدا، ومستنيين بقى البنز من بره بقى إن شاء الله. لا ان شاء الله هيحصل قريب، في حاجات جاية. أنا هو أصلا عندنا حاجات أنا جميلة يعني جدا، في حاجات جاية جامدة وفي جدا. فنانين من بره ومن دول العربية حبايبنا كلهم جم، وعايزين بقى كمان نكبر اكتر واكتر واكتر. انا مبسوط يعني اكسايتد للي هنشوفه في المستقبل. بص، هو بصراحه العقول المدبره والمفكره طبعا بيهايند المهرجان طبعا بتخطط لحاجات جامده جدا 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 جدا، واللي انا شفته وبشوفه ان كل سنه ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكلنا عمر كل سنه عن التانيه هتلاقي المهرجان ده في حته تانيه خالص، وهتلاقي البلد دي في حته، المدينه دي البلد هي دي يا ابراهيم، كنت لسه اقول لك، والمدينه نفسها المدينة نفسها هتبقى في حتة تانية، صح. لأنه طول الوقت في مشاريع وفي حاجات بتتبني، وزي ما كنتوا بتقولوا الحياة. أنا متحمسة الحياة جدا بقى أجي في الشتاء جدا. ما هو على فكرة ده الهدف، ده الهدف الرئيسي طبعا.